السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. قبل كده يا شباب، لما كنا بنحب ان احنا نعمل شكل المثلث اللي بنستعمله كسهم بالشكل ده، كنا عن طريق السودو إليمنت بنضيف بوردر بالشكل اللي انت شايفينه ده. عندنا أربع ألوان هنا بيعملوا لك الأشكال اللي انت شايفها دي. فلو انا طلبت منك مثلا على سبيل المثال ان السهم بتاعنا يبان انه باصص ناحية اليمين، يبقى احنا محتاجين اللون الاسود ده. فاللي بيحصل ان انا باجي عند الالوان بتاعتي كلها بخليها ترانسبيرنت، ما عدا اخر واحد بسيبه بلاك، فبيظهر لي السهم بالشكل ده، وكده عملنا السهم والحمد لله. طيب، لو حبيت ترسم شكل كامل الاشكال المعقدة، النجمة والحاجات دي كلها، هتكتشف ان انت ممكن تعمل عناصر كتير وتستخدم السودو إليمنتس عشان خاطر تطلع بالشكل وتطلع بيه في الاخر، بس الكود هيبقى كتير قوي. خلينا نقول ان احنا عندنا النهاردة حاجة من الحاجات العظيمة جدا اللي بتعمل الاشكال الجميلة اللي انت بتشوفها دايما في عالم الويب ديزاين. النهاردة هنتكلم عن الكليب باس بروبرتي. عن طريق الكليب باس بروبرتي هتقدر انت تعمل كومبلكس شيبس، هتقدر تعمل اشكال كتير معقدة. خلينا نقول بالعامية كده ان انت معاك مقص، والإليمنت اللي قدامك ده بتقص منه عشان توصله للشكل اللي انت عايزه. ده الكلام النظري اللي انا دايما بقوله في الاول، وما بقاش مقتنع ان انت هيعلمك حاجة، العملي اللي هيعلمك. خلينا نخش في الموضوع على طول. تعال نبدأ ننشئ اول عنصر يبدأ يفهمنا الفكرة العامة للكليب باس. هنيجي جوه البيرنت هنا وهعمل ديف اسمه C1. C1 ده اللي هو اختصار لسيركل 1 اللي هي الدايرة الاولى. C1 ده هديله ويدث 200 بيكسل، هايت 200 بيكسل، وهديله باك جراوند مثلا ريد، بس كده. ده العنصر بتاعي. هبدأ استخدم فيه الكليب باس عشان اعمل اللي انا قلت عليه من شوية في المقدمة. هقصقص كده منه عشان اوصل للشكل اللي انا عايزه. انا عايز اعمله دايرة. هاجي اقول له هنا كليب باس. ادي الكليب باس بتقبل مني ايه؟ سيركل، وبتقبل مني بوليجون، وبتقبل انسيت، وحاجات كتير جدا. نبدأ بالسيركل. هعمل سيركل. بص، العادي بتاعك، انا لسه طبعا ما عملتش فيها اي خواص، العادي بتاعك انه هيعمل لك سيركل على قد المساحة بتاعتك، مادام انت ما اديتلوش اصلا اي قيم. السيركل والبوليجون والحاجات اللي انا استخدمها دي بتسمى شيب فانكشنز، اللي هي الفانكشن الخاصة بالشيب او الشكل اللي انت عايز تعمله. تعال نقول له في السيركل انا عندي الويدث والهايت 200، انا عايز دايرة تكون 50 بكسل زي اللي احنا كنا بنعملها شباب بالبوردر راديوس. هقول له 50 بكسل. لو ما حطيتش بعد كده المكان اللي انت عايز يقصقص منه او يعمل الكليبنج منه، هيسيبها لك في النص بالظبط باي ديفولت، زي ما هو كان عامل من شويه. انا حاسس ان هي قلبت على علم اليابان، مش عارف ليه. طيب، اللي هو اصلا 50% 50% بالشكل ده، هو ده اللي هو اصلا عامله بالشكل ده. طب تعالى كده نبدا نقلل. بص كده، هو هنا هيفضل لحد ما يوصل لنص الدايرة اللي هو 0% هنا، اللي هو الـ X axis او المحور X، ده المحور Y. يعني العادي اللي انا وخليته هنا 0 و0 كده، بص الدايرة بقى مكانها فين. عايز بقى تودي الدايرة فين، فبقول له 50 بيكسل ات، وابدأ احط له بقى الاحداثيات. هنا هبدأ امشي ناحية المحور X وهقول له 50%، فاللي هو هتبقى في النص بالظبط. وهنا المحور Y، فبرضه هتبقى 50%، وبرضه بقت في النص. دي الدايرة بتاعتي. ممكن ازود حجم الدايرة وتفضل برضه في النص زي ما انت عايز، مفيش مشكلة خالص بالشكل ده. طيب، كده عرفنا الفكرة. هناخد الخاصية دي بتاعتنا ونبدأ نكمل عشان نفهم القصة بتاعتنا. خلينا نبدأ نضيف عنصر تاني غير السي 1 ده. عندك هنا هسميه T1، اللي هو المثلث. المرة دي ممكن ناخد نفس كل حاجة هنا، ما عدا طبعا الكليب باس. ممكن نغير اللون لو حابب، مفيش مشكلة. انديان ريد، وهقول له هنا T1، ونبدأ بقى نشتغل على T1 اللي تحت ده. T1 ده هنعمل ايه بيه دلوقتي؟ هنا انت عايز ترسم شكل معين. هبدأ استخدم اللي هو المضلع البوليجون. هرسم بيه ايه؟ هرسم بيه مثلث. المثلث ده ليه كام راس؟ ليه 3 رؤوس، يبقى فيه 3 اجزاء هنعمل الكليبنج عليهم، 3 حاجات هتبدا تتعامل معاهم حضرتك دلوقتي. طيب، خد بالك بقى من نقطة مهمة جدا. انا هسيب لك التي 1 ده، هقول له بوزيشن ابسولوت ليفت 0 وتوب 0، او نقول له 10 عشان البادنج اللي احنا عاملينه 10 بكسل و10 بكسل. اللي هو على فكرة بالمناسبة لو انت ما كتبتهاش هو هيسيبها اصلا، بس انا حبيت اقول لك يعني. ليه عملت بوزيشن؟ عشان بعد ما اخلص الشكل هضيف لك مثلث تاني فوقيه عشان يكمل لنا معلوماتنا باذن الله.
بس بوزيشن مؤقتا دلوقتي. وتعالى بقى نشتغل على الكليب بس. ادي الكليب بس وهقول له بوليجون. البوليجون ده عباره عن ايه يا شباب؟ زي السيركل ده عباره عن شيب فانكشن. هبدا اديلها بقى اللي هي الاحداثيات والحاجات اللي انا عايز اتعامل معاها. انت قلت لي ان انت هترسم مثلث والمثلث فيه 3 رؤوس. هكتب الكود وابدا اوري لك اللي بيحصل بالمسطره. 50% صفر، بعد كده 100%، 100%، بعد كده 0%، 100%. الشكل بتاعنا بقى مثلث ازاي يا ترى؟ واحده واحده معايا. هنا الاوريجين او المكان اللي هو بيبدا منه فوق، توب ليفت. افتكر دي كويس، لو انت واحد من الناس اللي ذاكرت دروس ترانسفورم كنا بنتكلم على الاوريجين والمنشا اللي بيحصل منه كل حاجه. هنا المنشا اللي بيتم منه الكليبنج توب ليفت، وطبعا بيمشي مع عقارب الساعه زي كل حاجه اتعلمناها في اللغه. حلو جدا. تعال بقى نشوف ال 50% دي ايه وال 0% ده ايه. ال 50% دي لو انا خليتها صفر، بص المثلث راح فين؟ هو بيبدا من فوق هنا، وبص ده بيعمل ايه؟ لو خليت ده 100% بالشكل ده راح الشكل بتاعك. هنا انا بخليه 50% ليه؟ او بخليه هنا 0% ليه؟ عشان يطلع لفوق خالص زي ما انت شايف كده. طب وده المثلث، انا عايز احرك الراس اللي انا ماشي عليها دلوقتي دي احركها ناحية المحور اكس، فبخليها 50 عشان تيجي هنا كده، فبقت في النص بالظبط. طب ده بالنسبة للراس الاولى، وقلنا ده بيتحرك ناحية المحور واي، فطبعا لو خليته مثلا 50 هتلاقي المثلث نزل كده، لو خليته 100 فانت كده ايه، خسفت بيه الدنيا خلاص، ما بقاش باين كده. تمام؟ يبقى احنا عايزينه في النص، مثلث صغير كده، يبقى هنا 50 بالشكل ده. انت عايز المثلث يكون مالي الشاشة لحد فوق، يبقى هنا 0 بالشكل ده. تعالى بقى نشوف الباقي عشان نبدأ برضو نفهم اللي بيحصل. المية في المية دي هبدأ انا اتكلم عن الراس التانية اللي هي دي اللي تحت على اليمين دي، هتعمل فيها ايه؟ المية في المية دي العادي بتاعها، تعالى نشوف اصلا الصفر بتاعها فين. بص الصفر بتاعها فين؟ هيبدأ من على الشمال خالص، فهنا برضو لو وصل لصفر الشكل اختفى، فدي انا عايزها 100% عشان توصل لليمين خالص، توصل للمحور اكس في النهاية خالص. لو خليتها 50 هيبقى المثلث شكله كده، ممكن جايز تكون انت عايزه كده، مفيش مشكلة. طيب يبقى دي كده انا بتعامل مع المحور اكس. بالنسبة بقى لهنا انت بتتعامل مع المحور واي، نفس الموضوع. لو خليتها 50 بص هيبقى في النص هنا، لو خليتها بقى صفر بص هيطلع لحد فين، ده بقى الشكل بتاعك انت اللي عامله كده او انت اللي قصد كده. طيب نرجعه 100 تاني ونبدأ نروح للراس الاخيرة اللي انا عملت بيها الشكل. 0% ليه؟ علشان انا مش عايزه يتحرك، انا عايزه يفضل في مكانه هنا. لو انا خليته 100% هيروح للنهاية خالص، شايفين يا شباب؟ هيروح ناحية المحور اكس للنهاية، اختفى الشكل. طيب 50% هيجي عند النص زي ما احنا كنا عاملين من شوية. طب صفر هيرجع في الاول خالص، وده المطلوب. 100% ناحية المحور واي اهو هيطلع فوق، عايزه انت فوق كده صفر، هيبقى عكس الشكل اللي كان من شوية، عايزه في النص 50، عايزه تحت خالص في مكانه عشان يكمل لك المثلث بالشكل الطبيعي، يبقى هتنزله تحت خالص كده. لحد هنا مش طالب ان انت تفهم 10% حتى، لاني هوريك شكلين ثلاثة تاني، وهوريك بعد كده موقع يخليك عملاق في الكليب بس بإذن الله. خلينا ناخد الخواص دي زي ما هي كده ونضيفها هنا. الخواص بتاعتنا دي كلها هنديها لأي حاجة اسمها T1، اللي هم دول التلاتة دول ما عدا اللون. أي حاجة اسمها مثلا T main مثلا، عشان هعمل أكتر من واحد. أدي T main، وهنا هقول له دوت T main، هديله كل الخواص دي في كله. T1 هيبقى ليه اللون ده، والتاني هيبقى ليه لون مختلف عشان أوري لك اللي هيحصل. ممكن نقول له هنا اي لون كده فيوليت، ماشي ده T2، واخلي هنا الزد اندكس 1 او نسيبه انهيرت، هو هيجي فوقيه اصلا مفيش مشكله، وهلغي دي. وادي هنا محتاجين بقى نضيف T2 بعديه على طول عشان نبدا نشوف الشكل بتاعنا. طبعا T1 موجود اهو، T2 لو لغيته لك بص فوقيه اهو، عشان ابدا اوريك بقى واحنا بنعمل المثلث بتاعنا اللي فوق ده عايز اخليه يروح على اليمين هنعمل ايه؟ بسيطة. خلينا ناخد نفس الكليب باس دي
عشان تعمل لنا نفس المثلث، وابدا بقى اغير لك القيم هنا. انا عايز المثلث ده يبص ناحيه اليمين مش زي التاني ده باصص لفوق، يعني الراس بتاعتنا دي تبقى على اليمين هنا. حلو جدا، نبدا بالراس الاولى، الراس الاولى بتاعتنا عشان اخليه يروح ناحيه اليمين، دي هخليها صفر ودي صفر، تمام كده جدا مفيش مشكله. الراس اللي بعدها اللي هي دي يا شباب اهي اللي تحت، هبدا اخليها 50 مش 100، هبدا اخليها 50، ادي 50، واللي بعدها برضو 50. شايفين انا عملت ايه؟ وديتها ناحيه النص، والتانيه خليتها تتحرك ناحيه الواي او ناحيه المحور واي، برضو وديتها ناحيه النص برضو 50. حلو جدا. طيب نيجي للراس الاخيره خالص، المثلث بتاعك دلوقتي بقى باصص ناحيه اليمين، بس ممكن حد فيكم يقول لي انا محتاج ان هو يكون على اليمين هنا مش باصص كده. براحتك، انت اتعلمت الرسم تقدر تعمل اللي انت عايزه، فانا وديته هنا وديته هنا مفيش مشكله، انا بس غيرت لك القيم عشان اوريك. طيب هنعمل القصه دي في المثلث الثالث، خلينا ناخد دي كده اهو، ونيجي عند التي 3 نديله، هسيب له نفس القيم ونديله اي لون كده شكله حلو مفيش مشكله. وادي التي 3 اللي هو واخد بالمناسبه خلينا نغير دي تي 3 وهنا تي 3. التي 3 بتاعنا احنا عكسنا مش مشكله، يعني ادي اللون بتاع التي 3. دلوقتي انا عايز اخلي المثلث بتاعي بص لتحت، بسيطه جدا. الراس الاولى هنتعامل مع الراس الاولى دلوقتي، هنقول له بص معايا اللي بيحصل، خليتها تروح لحد المية في المية، والتانية دي سيبها صفر مفيش مشكلة. هنا 50 و50، وهنا الصفر، والمية دي هبدأ انزلها عشان الشكل يظهر ان السهم باصص لتحت. بس كده عملت السهم لتحت اهو. عايز السهم نفسه ينزل برضو زي ما قلتلك، معاك الاحداثيات وتقدر تعمل فيها كل اللي انت عايزه عشان توصل السهم للمكان. كل المطلوب منك مش ان انت تبقى فيثاغورس ولا عالم في الرياضيات ولا الكلام ده كله، انت مطلوب منك تفهم قصة الكليبنج، وتفهم قصة ان في الشكل بتاعك فيه كام راس، وكل راس هتقدر تحركها ناحية اي محور فيهم وشكرا. ده بس اللي مطلوب منك. هديلك بقى الحاجة اللي تخليك تكمل معلوماتك وتخليك بإذن الله جامد جدا. الموقع اللي قدامنا ده شباب موقع معمول عشان بس يعلمك تاخد الحاجة تشوف شكلها وتشوف الكود بتاعها، مش عشان بقيت حياتك تستخدمه وانت مش فاهم، عشان ده مش هيكون كويس. ده شكل دلوقتي مثلث، جايب لك هنا القيم بتاعتنا اهي، وتقدر تعدل عشان تعرف انت الشكل بيوصل لفين، وكمان القيم بتاعته هنا بتتغير. عايز اقول لك ان انت تقدر طبعا تستخدم قيم سالبة عادي جدا، وعايز اقول لك ان الشكل ده اصلا بيتعمل بيه حاجات عظيمة جدا، ممكن يتحط فوق صورة او حاجة ويعمل لك شغل حلو جدا. وادي الاشكال اللي انا كنت بحكي لك عليها والحاجات الجميلة اللي ممكن تعملها. مثلا على سبيل المثال عشان بس نطبق الفكرة اللي قلنا عليها من شوية، الشكل بتاعنا ده فيه خمس رؤوس، ادي 1 2 3 4 5، دي الخمس رؤوس اللي انت بتتعامل معاها عشان تعمل الشكل. يعني انا هديك مثال بسيط جدا، لو حد طلب منك تعمل الشكل ده بالبيفور والافتر مثلا، او حاجه كده معقده شويه مثلا هتعمله، بس هتعمل، انا عايز اقول لك ان انت هتعمل بيفور وافتر كتير وهتنشئ كذا عنصر، وده مش مستحب، ده مش شكل هيتعمل. انا بديك بس حاجه فور تشالنج بس مش اكتر، عشان بس افهمك الفكره. فالموقع ده ظريف جدا في مرحله التعلم، لكن لازم وانت بتنشئ حاجه ارجوك ارجوك تكون عارف هي بتتعمل ازاي. طيب عشان ما اكونش سبت لك حاجة خالص، انا هعمل المثلث الرابع وهخلي لك المثلث ده باصص لتحت اهو، بس هخليه ينزل تحت خالص عشان اوري لك ان الموضوع سهل، وبالتجارب باذن الله هتقدر تفهم حاجات كتير. هعمل هنا التي 4 نسخة من التي 3، بس هنغير كده اللون، اورنج مثلا، اورنج ريد، اي حاجة، او ممكن اوكي اورنج ريد مع انه قريب من الالوان التانية، خلينا نحط الاوليف ده الزيتون، وهنحط التي 4 اخر حاجه معانا. اوكي تمام جدا، التي 4 بتاعنا ده دلوقتي
محتاجين ان احنا نخليه باصص لتحت زي ما هو، بس يكون تحت خالص مش فوق زي ما انت شايف كده. طيب هنا انت عندك المية في المية دي نخليها 50 بالشكل ده، اوكي جميل جدا. وهنا دي هتبقى 100 بالشكل ده، تمام جدا. بعد كده دي هتبقى 0 ودي هتبقى 50. وهنا هبدأ بقى، هتبدأ تشوف شكل المثلث بيظهر معاك دلوقتي اهو. دي هتبقى 100 ودي هتبقى 50. بص هنزلها لحد النص عشان المثلث يكون تحت. عايز اقولك الموضوع بسيط بس محتاج منك شوية يعني ايه تجارب وتركيز وفهم للفكرة. الموضوع صدقني مش محتاج شرح قوي، محتاج تجارب ومحتاج تفهم القصة، الاوريجين فين، دي بتمشي ناحية انهي محور وهكذا، وهتطلع بالمطلوب بإذن الله. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.